تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مواقع التواصل في مصر ولبنان بعد إطلالتها الأخيرة خلال حفل فني لها ليلة أمس الاثنين في القاهرة. وشهد الحفل الذي أحيته وهبي في أحد الفنادق إقبالا من الجمهور الذي احتل الصالة المخصصة وتفاعل مع النجمة الاستعراضية التي نشرت على حسابها الرسمي في منصة انستغرام صورا للحفل وعلقت باللغة الإنجليزية: أحببت هذا الحفل، أتمنى أن تدوم بعض الليالي إلى الأبد. وغزت صور ومقاطع فيديو الحفل مواقع التواصل وتفاعل روادها مع الإطلالة الأخيرة للنجمة اللبنانية، ونالت إحدى اللقطات استحسانا مبالغا من المتابعين، حيث أظهرت وهبي وهي تقوم بتناول إحدى المحارم عن أرضية المسرح ووضعها جانبا. ويشكل هذا الحفل في القاهرة عودة للنجمة التي شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المصرية بعد أن حالت جائحة الفيروس كورونا دون إقامة هيفاء وهبي الحفلات هناك منذ بداية انتشار الوباء أوائل العام الماضي. وتحظى وهبي بشعبية كبيرة في مصر بعد أن شكل ظهورها لفترة طويلة جدلا واسعا قبل أن تشق طريقها لإثبات نفسها على صعيد الاستعراض الغنائي وفي مجال التمثيل.